شاء الله النهاردة هناخد الوحدة الرابعة، طبعا وحدة النظام اللي هي الكيسة اللي موجودة عندك في الجهاز دي، بنسميها السيستم يونت. اول مكون فيها وهو المذر بورد، اللوحة الام، وانت عارف ان وحدة التخزين الرئيسية عندنا او الاساس هو الهارد ديسك. المسارات دول نوعين، انترنال باسز، ماشي، انترنال باسز اللي هي المسارات الداخلية، واكسترنال باسز اللي هي المسارات مين الخارجية، ومسار اتصال المكونات المساعد اللي هو اسمه البي سي اي. طب امال الاولاني كان بيتعامل مع كام بت من البيانات؟ المسار عايزة كان بيتعامل مع 16 بت، لكن الاسكازي ده مسار من بره المذر بورد، خارجي انت بتبقى شايفه قدامك